هتكلم في فيديو النهاردة عن مميزات وعيوب كلية التمريض. أسئلة كتير جدا بتدور في دماغك وإن شاء الله هنجاوب عليها في فيديو النهاردة. الناس كتير بتسألني وتقولي يا زياد ينفع أفتح عيادة من كلية التمريض؟ ينفع أشخاص أمراض؟ ينفع أفتح معمل تحاليل وأكون أخصائي تحاليل طبية من كلية التمريض؟ هنجاوب إن شاء الله عن كل الأسئلة دي في فيديو النهاردة. بس قبل أي حاجة لو أنت مش متابعني فاعرف من نفسك كده إن فايتك كتير، فعشان ما فتكش أي حاجة متنساش تعمل لايك في الفيديو ده وتشير في القناة وفعل زر الجرس عشان بقدم محتوى جامد جدا، وانا متاكد ان شاء الله انك هتستفاد طول ما انت معايا، وباذن الله مش هسيبكم غير وانتم في الكليه بتاعتكم. بدايه كده قبل ما نخش في المميزات والعيوب، عايزين ندي هنت كده بسيط او نبذه بسيطه كده عن كليه التمريض. زي ما احنا عارفين واتكلمنا في فيديوهات قبل كده ان كليه التمريض عباره عن 5 سنين 4 سنين دراسه وسنه امتياز، بتدرس فيها مواد من كليه طب، من كليه صيدله، من مقررات تمريضيه. باختصار كده بتدرس 3 تخصصات، اول حاجه متطلب جامعي، ثاني حاجه متطلب طبي، ثالث حاجه متطلب تمريض. اول حاجه هتدرسها في الكليه بتاعتنا هي المتطلبات الطبيه، هتدرس فيها طبعا اناتومي، فيسيولوجي، باراسيتولوجي، مايكروبيولوجي، فارماكولوجي، اي حاجه فيها اولوجي كده اعرف ان احنا ان شاء الله هناخدها في كليه التمريض، ودي تحت عنوان كده متطلبات طبيه. كمان هندرس حاجه اسمها متطلبات تمريضيه، زي طبعا فاندامنت نيرسينج 1، اساسيات تمريض 1، اساسيات تمريض 2، مثلا فيرست ايد، اسعافات اوليه، تمريض باطني جراحي، نساء وتوليد، نفسيه، اطفال، مسنين، اداره، كوميونتي، اكتر من 8 اقسام او باختصار كده 9 اقسام في كليه التمريض ان شاء الله هتدرسهم. كمان حاجات طارئ، دول تحت مسمى التخصصات التمريضيه. التخصصات الجامعيه ودي اخر حاجه طبعا انت في تمريض بتدرسها، بتاع طب بشر بتدرسها، بتاع اثار، بتاع حقوق، بتاع اداب، بتاع تجاره، اسمها متطلبات جامعيه. معظم طلاب الجامعه بتدرسها، ملهاش علاقه بالمجال اصلا، زي مثلا انجليش، حقوق انسان، حاسب آلي، مواد كده بتكون فوق البيع. ده كده باختصار نظام الدراسه في 4 سنين بتوع كليه التمريض، والسنه الاخيره طبعا بتكون سنه بحلقه او 12 شهر عباره عن امتياز. السنه الاخيره دي انت بتطبق على اللي انت درسته على مدار ال4 سنين اللي فاتوا. انت ممكن تاخد امتيازك في مستشفيات حكوميه، مستشفيات خاصه، لو انت متفوق شويه ممكن تروح مجدي يعقوب للقلب تاخد امتيازك فيه، تروح السعودي الالماني تاخد مثلا مستشفى السلام الدولي، مستشفى الناس، طبعا دي كلها مرتباتها حلوه جدا وخاص امتيازك على خير، وبتكون انت خريج من كليه التمريض ايا كان الجامعه تحت مسمى او مسماك الوظيفي اخصائي تمريض مش ممرض. كنا اتكلمنا باختصار شديد جدا كده عن كليه التمريض وابرز الحاجات اللي فيها. يلا بينا بقى نخش الموضوع الفيديو بتاعنا النهارده، مميزات وعيوب كليه التمريض، ونبدا مع بعض ان شاء الله بالمميزات. قبل ما نخش في المميزات، في ناس كده محتاره اخش علوم ولا تمريض، اخش حاسبات ولا تمريض، اخش مثلا بيطري ولا تمريض. ان شاء الله في الفيديو ده هنوصل لحل مع بعض في الاخر، بس استنوا معايا الاخر. اول حاجه من مميزات كليه التمريض، وناس كتير اصلا بتخش الكليه عشان كده، الكليه تكلفها ما تلغاش. كليه التمريض وطب بشري هم المجالين الوحيدين في العالم كله اللي تكلفهم ما تلغاش. يعني تكلفهم ما تلغاش، يعني ان شاء الله انت بتخش كليتك بتخلص دراستك وبتخرج تلاقي الوظيفه بتاعتك مستنياك، على عكس الكليات الثانيه مثلا اداب وتجاره وزراعه مثلا كمان وصيدله، علاج طبيعي، اسنان، الحاجات دي كلها للاسف تكلفتها اتلغت. كمان كليه مثلا حاسبات ومعلومات، كمان مثلا كليه هندسه، الكليات دي كلها ملهاش تكليف، يعني انت بتتخرج وانت بتسعى من نفسك بقى وبتدور على شغل من الصفر. طبعا دي من اهم المميزات اللي ممكن تقابلك في اي كليه اصلا لو انت بتدور عليها، وهي الشغل. يعني ناس كتير بتتخرج للاسف مش بتلاقي شغل، بيقعدوا على القهاوي خريجين بالالوف من كل الجامعات المصريه والحكوميه والخاصه كمان، وللاسف مش بيكون لاقيين شغل. فدي حاجه مهمه جدا، وهو التكليف ما تلغاش، هتخرج ان شاء الله وتتعين. تاني حاجه مرتبات كليه التمريض، يعني هي مش عايز اقول عاليه قوي ومش قليله قوي، هي في حدود او في حوالي مثلا لو انت خريج كليه التمريض من 3.5 ل 4 لو انت اول ما تتخرج كده ان شاء الله ده بيكون المرتب بتاعك. كمان ميزه حلوه ليك، لو انت تعينت في مستشفى تتبع او ماشيه تبع نظام التامين الصحي الشامل اضرب ده في 2، يعني مثلا لو انت بتقبض 3000 جنيه تقبض 6، لو انت بتقبض 4 تقبض 8 وهكذا بقى، لان التامين الصحي الشامل ان شاء الله هيتطبق في معظم، او مش معظم يعني، هو حاليا متطبق في معظم المستشفيات الحكوميه اللي في مصر، بس ان شاء الله خلال 10 سنين اللي جايين هيتطبق في اغلب او يكاد يكون في كل المستشفيات الحكوميه المصريه. لو انت ما تعرفش كتير عن النظام ده ممكن تبحث في جوجل وتعرف عنه كل حاجه، بس ده مش موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. بس باختصار ان شاء الله مرتبات كليه التمريض ان شاء الله هترضي. تاني ميزه معانا قبل ما اخش في الميزه الثانيه، هو معروف عن بتوع التمريض ان هم بتوع الدولارات، بتوع الفلوس، فانت ممكن تعمل فلوس اصلا من كليه التمريض من الهوا كده او من لا شيء. ازاي يا عم زياد؟ انت ممكن تشتغل من خلال سنين الدراسه بتاعتك، تشتغل في اولى، في ثانيه، في ثالثه، في رابعه، وانت اصلا بتدرس في الكليه عادي جدا، تعمل حاجه اسمها هوم كير او رعايه منزليه. زي ايه مثلا؟ زي ما احنا بنشوف مثلا ايام الكورونا ناس بيكونوا موزعين كروت كده بيكون فيها ارقام التليفون بتاعتهم للخدمات التمريضيه، ممكن تركب اساطر، كانيولات، سحب دم، ضغط، سكر، الحاجات دي كلها بيكون معاك شنطتك كده وانت بتلف على البيوت، وما شاء الله النازله مثلا اقل ما فيها الكانيولا دلوقتي الناس بتضرب ارقام
ارقام غريبه. يعني مثلا لو ناس نزلت، انا اعرف واحد صاحبي والله كان محتاج ننزل له وكده، بس للاسف انا ما كنتش فاضي، فراح جاب حد تمريض وخد منه تقريبا 150 جنيه في الكان الواحد، كان لو محلول طبعا. فاللي هو انت ممكن تعمل فلوس اصلا من يعني من لا شيء، وانت بتدرس في الكليه بتاعتك مثلا، خلصت محاضراتك بالليل تنزل هوم كير عادي جدا. وطبعا كله بحسابه وبفلوسه، تركيب القطاطر بفلوس، كمان الكانولات، الحقن، سحب الدم، كل حاجه ليها مبلغها، وتغيير الجروح كمان. فيعني ان شاء الله دي معاك تمام. طبعا كل ده بيعتمد على السكيلز والمهارات اللي عندك في كليه التمريض، اللي انت بتاخده في الكليه ممكن تطبقه عادي جدا في الهوم كير وتروح للناس، والموضوع بيكون تمام معاك. مش كده وبس، افرض لو حضرتك بنت بتتفرجي علينا، اكيد ما ينفعش تروح للناس تعمل هوم كير وتدي الرعايه بتاعتك. ممكن انت كبنت او اي ولد او اي حد في تمريض عموما ينزل شيفتات في المستشفيات الخاصه عادي جدا، وبيقبض مرتبات حلوه كمان. لو الفكره انت كده كده هتقدر تجيب فلوس من لا شيء كده، يعني سواء انت ولد حابب تنزل هوم كير مفيش مشكله، انت ولد او بنت حابين تنزلوا مثلا تاخدوا شيفتات في مستشفيات برضو وتشيلوا حالات، ده برضو متاح من كليه التمريض، وبيكون لك مرتب طبعا وشيفتات سهر ولونج وكلام من ده، فانت بتجيب فلوس حلوه. كمان اخر نقطه في موضوع الفلوس، انت ان شاء الله يعني حتى لو انت كنت انا واحد من الناس برضو كنت مهتم جدا بدراستي، الحمد لله ما اتخرجت من كليه التمريض بتقدير تراكم امتياز الحمد لله بفضل من ربنا، بس انا ما اهتمتش شويه بالشق العملي، او انا مثلا ما نزلتش هوم كير، ما نزلتش شيفتات مستشفيات، انا ما كنتش حابب انزل كده، انا كنت مهتم بتقديري ودراستي في الكليه. طبعا ده مش عيب، ده حاجه ترجع لك انت راسم طريقك ازاي. فانا كان طريق ان انا اهتم شويه بدراستي، لان كده كده ان شاء الله في الامتياز انا كده كده هنزل وهتعلم. لو انت عملت زي ان شاء الله برضو في الامتياز، انت بتقبض فلوس، ده اجبار عليك اصلا، يعني باذن الله انت يعني معاك فلوس والدنيا حلوه، لان كليه التمريض اصلا نازل قرار وزاري انك تاخد فلوس في الامتياز، او يعني ده كمقابل للخدمه اللي انت بتقدمها اصلا للناس. طب يا عم زياد، فلوس الامتياز بتكون في حدود كام؟ ناس كتير اكيد عندها فضول وتعرف اجابه السؤال ده. فلوس الامتياز ان شاء الله طلبة كليه التمريض حوالي من 1500 ل 3000 جنيه، بتختلف من جامعه للتانيه. كل جامعه هو المفروض الاساسي حوالي 2500، بس عشان هيقول لك خصومات ويقول لك كلام كده غريب ملوش لازمه، فانت اصلا كده كده لسه طالب، لسه ما اتخرجتش في الامتياز، بس بيجي لك فلوس. فحتى لو جالك 2000 جنيه 3000 جنيه يعني انت كده يعني فلوس من لا شيء. طبعا ميزه من مميزات كليه التمريض ان هي اصلا بتجبرك انك تنزل، وكمان انت لسه طالب وبتاخد فلوس قصاد كده. افتكروا في بدايه الفيديو ما كنت بتكلم عن الامتياز، قلت انت ممكن تاخد امتيازك مثلا زي مستشفى مجدي يعقوب للقلب، تاخده في السلام الدولي، في السعودي الالماني، في مستشفى الناس. طبعا المستشفيات الكبيره دي فلوسها بتكون اعلى. انا اعرف يعني حد اعرفه شخصيا كان في امتيازه تقريبا من 4 أو 5 سنين، كان ماضي على عقد بحوالي 8000 جنيه، الكلام ده في 2019 في مستشفى السعودي الالماني. فما بالك بقى دلوقتي الفلوس بتكون عامله ازاي؟ طبعا كده في الامتياز لسه ما تعينتش، وكمان ليك الفرصه انك تتثبت في المكان ده بعد ان شاء الله ما خلص كليتك على خير، يعني انت بتثبت في المكان ده بالمرتب اللي انت عايزه. اتكلم بعد كده عن المسمى الوظيفي لطلاب كليه التمريض. انت كخريج كليه التمريض بيكون اسمك اخصائي تمريض، مش دكتور ومش ممرض. طيب لو ناس عايزه تكون دكاتره، او انت عايز يكون اسمك دكتور، انت ممكن تعمل ماجستير لحد ما توصل للدكتوراه بيكون اسمك دكتور. خد بالك في فرق ما بين دكتور ما بين طبيب، الطبيب اللي هو بيعالج، لكن احنا كطلاب تمريض اسمنا دكاتره بعد الماجستير والدكتوراه، بس مش اطباء. طبعا كل كوم والزمالات والدبلومات ده كوم تاني. ناس كتير ممكن تكون خريجه كليه التمريض وبتخاف من الدم، بتخاف تتعامل وتخش العمليات وتخش العنايه والطوارئ والكلام ده كله، فيعني هل مصيرهم برضو في الاماكن دي؟ لا طبعا، انت ممكن تعمل حاجه اسمها زمالات ودبلومات. انت شغلك بيكون معظمه اداري، مش بيكون في الشغل عامل زي بقيه الناس بتوع تمريض. في طبعا زمالات كتير جدا وابرزهم واشهر واللي انا برشحها لناس كتير جدا هي زمالات الارواء القلبي، ودي طبعا من اشهر الزمالات الموجوده في مجال التمريض كله اصلا. انت بتكون او انت بتدرس كل ما يتعلق بالكارديوفاسكولار او بالقلب، وانت بتكون مسؤول عن القلب بشكل عام وكل الامراض، ويعني المجال ده حلو جدا، بس ده ملوش دعوه بالشغل الاداري خالص، لان انت هتنزل عمليات وتنزل في العنايه وكل حاجه، بس انا بقول لك الزماله مشهوره جدا اسمها الارواء القلبي. كمان في دبلومات مشهوره جدا زي انفكشن كنترول، مكافحه العدوى، وكمان دبلومه الجوده. وخد بالك الدبلومات والزمالات والحاجات دي كلها مش متاحه لخريج المعهد فن التمريض او فن صحي، لان دول بيكونوا مؤهل متوسط، لكن انت في كليه التمريض مؤهل عالي وليك كل الاحقيه في الحاجات دي كلها. نتكلم بقى عن ميزه مهمه جدا وهي السفر. السفر من كليه التمريض كده ما شاء الله زي الرز كده، انت بتروح المانيا، ابرز الدول في المانيا والخليج في الامارات والسعوديه والحته دي كلها، بعد امتحان اسمه امتحان بروميتريك بتمتحن كده، او باختصار يعني ايه بروميتريك؟ يعني انت بتمتحن على الحاجات اللي انت درستها على مدار الخمس سنين بتوع كليه التمريض عشان ان شاء الله تسافر بسهوله. الكلام ده طبعا في الدول العربيه، لكن
لو انت عايز تسافر المانيا مثلا او في اوروبا كده بشكل عام، يبقى لازم تعمل حاجه اسمها امتحان نيكليكس ار ان، امتحان كده او الرخصه الدوليه لممارسه من التمريض بره مصر. عايز اقول لك ان التمريض في مصر للاسف مش واخد حقه، بس هو بيطلب بره مصر كتير جدا جدا جدا. وعايز اقول لك كمان ان طلبه كليات الطب بره في اوروبا بياخدوا حاجه اسمها شيفتات تمريض او شغل تمريض او بيشتغل شغل تمريضي عشان بيدخلهم فلوس حلوه جدا، يعني الناس هناك بيدرسوا طب وبرده بيمارسوا التمريض هناك. عايز اتكلم معاكم برده عن حاجه اسمها اكاديميات الشرطه، سواء انت كولد او كبنت برده متاح للبنات لو الناس حابه الشق العسكري شويه ممكن تلتحق باكاديميه الشرطه. زمان كان 6 شهور بس حاليا بقى سنتين تدرس في اكاديميه الشرطه، بيكون اسمك اخصائي تمريض او انت ملازم اول اخصائي تمريض. طبعا ما ادراك ما فلوس الشرطه وانت خلاص بقيت تبع الدوله، بيكون ملازم اول اخصائي تمريض تبدا تتدرج كمان من ملازم اول لحد ما توصل مثلا لعميد وعقيد والحاجات اللي انا بصراحه ما اعرفش التدريج ايه، بس انت بتتدرج ويعني خلاص انت بتتبع الشرطه وخلاص انت يعني بيكون لك وضعك كده في الدوله، انت ماشي الباشا جه والباشا راح وبتكون زي الفل وتمام كلكم طبعا. وانت خلاص في العيله بتاعتك انت يعني اخصائي التمريض الوحيد الموجود في العيله، انت بتقرا التحاليل، انت اللي بتسعفهم، هم اللي بيلجوا لك في كل المواقف الصعبه. كان كنا اتكلمنا عن مميزات كليه التمريض، يلا بينا كده من غير كلام كتير نخش مع بعض على عيوب كليه التمريض من وجهه نظري اللي ممكن تقابلك. اول حاجه وانا بصراحه شايفها من العيوب، يعني مش عايز اقول عيب بس انا بصراحه شايفها يعني حاجه، الناس كتير مش بتبص للتمريض بنظره كويسه، الناس للاسف بتبص للتمريض بنظره سلبيه شويه او نظره المجتمع مش احسن حاجه، بس للاسف ده من جهل الناس عن كليه التمريض. يقول لك يا عم ده اخره ممرض، انت سرنجه، انت مش عارف ايه. هم مش عارفين حاجه، اولا انت مش اسمك ممرض، ثانيا انت مش مقتصر على انك تبدا حال، بس مش اسمك سرنجه اصلا، بس هم مش عارفين حاجه ودايما بيتريقوا على كليه التمريض. بس يعني سبحان الله الناس مش بتحب كليه التمريد، بس اول ما فتح التقديم على مثلا سنه التمريض او كليه التمريض بتلاقي الشعب المصري كله داخل لكليه التمريض. طب ليه يا عم مش كنت بتريق عليا من شويه؟ يقول لك اصلها فلوسها حلوه وسفرها حلو، فاللي هو اصلا ماشي تبع الموجه وخلاص. ليه الناس بتشتم في تمريض؟ يلا التمريض ده وحش والتمريض ده كذا وكذا. لو ابنه يخش التمريض خلاص بقت احسن كليه وهي البريمو دلوقتي. بس انا عايز اقول لكم ان شاء الله ما تقلقوش، النظره المجتمعيه عن التمريض بدات واحده تقل، يعني الناس بدات تعرف اهميه التمريض، ناس كتير بتخش التمريض عشان الفلوس وعشان الفرص السفر وعشان كل حاجه حلوه فيه. فان شاء الله واحده خلال الخمس او 10 سنين اللي جايين هتختفي باذن الله النظره السلبيه عن التمريض طبعا بينا وبيكم. نيجي سؤال تاني ناس كتير بتساله عن كليه التمريض، ينفع يا عم زياد افتح عياده من كليه التمريض؟ انا هجاوبك وهقول لك لا، مفيش فتح عيادات من كليه التمريض خالص، واللي يقول لك غير كده عارف انه بيضحك عليك، يعني ده قانون واحدا كده عشان السؤال ده بيتكرر كتير جدا. ينفع افتح عياده؟ لا طبعا ما ينفعش تفتح كليه التمريض. واي نعم انت كخريج كليه التمريض بتعرف تشخص امراض عادي جدا زيك زي الدكتور بالظبط، كمان بتكون عارف الساين والسيمتومز بتاعت اي مرض، بتكون عارف كل حاجه، بس انت مالكش الحق انك تفتح عياده او انك مثلا تشخص مرض او حاجه، مع انك بتعرف تشخص امراض عادي جدا، بس هو الحاجه الشرعيه او الحاجه الصح الدكتور هو المسؤول عن ان هو مثلا يا شخص المرض ده يكتب علاج يكتب روشتة. انت برضه كخريج كليه التمريض تقدر انك تكتب علاج وتوصف روشتة، بس ده مش من حقنا. حاجه برضه عايز اتكلم عنها وسؤال بيتكرر على طول، ينفع يا عم زياد ان انا اكمل كليه الطب بعد كليه التمريض؟ لا ما ينفعش، بس ينفع تكمل كليه التمريض بعد معهد فن التمريض، دي الحاجه اللي تنفع، بس ما ينفعش من كليه التمريض اطلع لكليه الطب بشري. ناس كتير برضه تسال تقول لي يا دكتور زياد ينفع مثلا اكمل طب بشري بره مصر من تمريض؟ اقول لك برده لا، يعني انت عايز تخش طب بشري بره مصر يبقى خش من الاول طب بشري وابعد عن تمريض من الاساس. برده سؤال دايما ناس كتير بتساله ومش عارفين اجابته، ينفع افتح معمل تحليل طبيه من كليه التمريض؟ ركز معايا هقول لك حاجه، هو طبعا ما ينفعش نفتح معمل تحليل من كليه التمريض، بس مؤخرا في حاجه اسمها دبلوم التحليل الطبيه. انا بصراحه مش فاكر اذا كان نازلها كانت جامعه الزقازيق، اعتقد الزقازيق نزلت الدبلومه دي، هبقى احط لكم التفصيل بتاعها ان شاء الله في الكومنتات تحت. الدبلومه دي بتديك الاحقيه انك تشتغل في معامل تحاليل، بس مش اكيد عشان برضه ما اكونش كذاب معاكم، مش اكيد انك تفتح معمل تحاليل، بس الموضوع لحد الان مش اكيد هنقدر نفتح معمل تحاليل ولا مش هنعرف، لان لسه الدبلومه دي نازله تقريبا من حوالي شهرين او يعني شهر ونص تقريبا لو انا كنت فاكر صح او حاجه، فلسه اصلا ما فيش ناس قدمت عليها، ما فيش ناس خرجت منها، فيعني الموضوع هيبان قدام ان شاء الله. كمان حاجه شايفها من عيوب كليه التمريض هي ان الكليه مش سهله، الكليه مش عايز اقول صعبه بس عايزه مذاكره وعايزه مجهود، يعني مجهود شويه، مش عايزه حد بيلعب، عايزه حد يجيب من محاضرته يذاكرها على طول وان شاء الله مش يحتاج لاي حاجه، الكليه مش سهله وعايزه منك شويه مجهود. اخر حاجه هتكلم عنها في عيوب كليه التمريض هو السهر والشفتات. ناس كتير بتبعت لي خصوصا بنات، يا زياد هينفع ان احنا ان انا كبنت هبات بره؟ طب ليه شفتات سهر؟ طب انا هروح البيت متاخر، اهلي مش راضيين، اهلي مش موافقين. هقول لك حاجة.
حاجه. بالفرض لو في مثلا شيفتات سهر او حاجه، فحضرتك مش قاعده لوحدك في الشيفت، حضرتك معاكي ناس من كليه الطب قاعده معاكي في الشيفت سهرانه معاكي، ناس من معهد فن تمريض، ناس من معهد فن صحي، ناس من كل قطاع الطبي سهرين معاكي في الشيفت. السهر ده اصلا مش مكتوب عليكي انت كخريجه كليه التمريض، السهر ده لطلاب كليه التمريض طب بشري، لكليه المعهد فن صحي فن تمريض، لاي حد في المستشفى وارد جدا، لان في حاجه اسمها روستر او جدول كده بيكونوا ماشيين عليه، ان مثلا فلانه مثلا النهارده عندها شيفت سهر، فلان عنده مثلا شيفت سهر، فلان عنده لونج، فلان عنده مثلا 8 ساعات مثلا. طبعا ده غير النواب اللي بيكونوا موجودين 24 ساعه في اليونت اللي انت ماسك فيها شيفت بتاعك، فده بيكون جدول اصلا معروف، فلان عنده مثلا يوم كذا الساعه كذا من كذا لكذا، فكل حاجه بتكون مكتوبه. فلو حضرتك كنت دخلتي كليه طب بشري برضو يعني مش هتسالي السؤال ده خالص يعني، فانت زي طب زي اي حد في المستشفى وارد جدا انك تسهر. بس كده بكده اتكلمنا عن عيوب كليه التمريض. اخر حاجه او اخر جزء في الفيديو بتاعنا النهارده، ناس كتير هتسالني علوم ولا تمريض، حاسبات ولا تمريض، بيطري ولا تمريض، دايما تمريض بتخش في المقارنات. طيب بص يا عبد الحلال هقول لك حاجه، لو انت واحد يعني فرهود كده ومش هتقدر تدور على شغل، مش يعني مالكش صحه مالكش اي حاجه وعايز تلاقي شغل على طول، يبقى كليه التمريض. كليه التمريض حلوه جدا في فرص السفر كمان في شغلها، بس احنا عايزين نبص بمنطق وبعقل شويه. احنا في زمن عايزين في فلوس، عايزين في وظيفه، فطبيعي هختار كليه التمريض علشان خاطر انك تلاقي وظيفه او شغل. للعلم انا والله مش بقنعك بكليه التمريض خالص، انت مش عايز تخش تمريض مفيش اي مشكله خالص، بس انا بوريك من وجهه نظري الفروقات ما بين او مثلا المميزات والعيوب بتوع كل بتوع المجالات عموما. مثلا كليه حسابات ومعلومات كلها حلوه جدا جدا ومستقبلها ان شاء الله قدام، بس انت هتخرج مش هتلاقي شغل. بس لو انت لقيت شغل يبقى ان شاء الله يعني الظهر هيلعب معاك والدولارات في حجرك يعني. نفس الكلام برضو لطلاب كليه علوم، كليه علوم هتخرج مش هتلاقي شغل، فانت شوف الاولويه لايه. بس انت في كليه علوم لو انت ظبطت شغل كويس يبقى ان شاء الله انت كده يعني زي الفل وتمام. بس كده فيديو النهارده خلص. لو انت استفدت بجد من فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس، وتكتب في الكومنتات حابين نتكلم عن فروقات ما بين مثلا كليات ايه، حابين نتكلم عن ايه بالظبط، وان شاء الله نصور مع بعض باذن الله. واكتب لي رايك في الكومنتات الفيديو بتاع النهارده، لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، اهم حاجه محدش ينسى فولو على الانستجرام، وشكرا.